السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الصيادين في كل حتة، حبيبنا الصيادين اسطنبول، صيادين تركيا كلها، بنمسي عليكم ان شاء الله ان شاء الله بالموسم الجديد، موسم الصيد في البحر الابيض المتوسط، تسقيط صيد الغزيلة والمرجان، صيد الدنيس، صيد الشراغيش، التنور، كل انواع السمك المختلفة اللي انتم بتحبوها. النهاردة يوم جديد، بداية الصيد خالص، يعني بداية الموسم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون بداية سعيدة عليكم، وتكون إن شاء الله بداية كلها خير على الجميع وعلى الصيادين كلهم. صحيح، بالأخص موسم البوري ابتدى كمان، ما تنسوش تبصوا على فيديوهات صيد البوري، وإن شاء الله هتلاقوها في اللينكات اللي تحت الفيديو. تمام، النهاردة الساعة دلوقتي تقريبا الساعة 8 على الريس سنان، الله ينور يا ريس. لسه بنقول يا رب، اهو اتحضرنا العدة، مجهزين. انا مجهز طبعا معايا السنون، هنعلمكم ازاي تعملوا السبحة دلوقتي. انا مجهز السنون من البيت، يعني محضرها طبعا من البيت. العدة زي ما قدامكم اهوت، بوصة تقريبا طولها 2 متر و10. تمام، الماكينة الشمال ونكساف 10,000. الشغل بيكون بطريقة السبحة، سبحة عليها 5 سنون، 6 سنون، 7 سنون، ما تكترش عن 8 سنون ولا حاجة دي، عشان في الصيد عموما، يعني في الصيد عموما كل ما خليت عدتك متوسطة كل ما بقى أحسن، لا قليل قوي ولا كتير قوي. تمام، الشغل هيكون سبحة بالسنون مقاس 7 أو 8 6 7 8. تمام، ده الشغل يكون ايه، متوسط لا أزيد ولا أقل. هنوريكم السنون دلوقتي اهيت، ده شكل السنون وهي متربطة، شايفين معانا كده، ده شكل السنون كده، فروع لوحدها، ده كده لسه ما اتحطش في سبحة. هنوريكم ازاي دلوقتي نعمل سبحة، ونتعلم مع بعض بالراحة ازاي تحضر عدتك للتصييد. موضوع سهل وبسيط خالص، بس ايه، نركز شوية في التفاصيل. نقول بسم الله كده رجالة. تمام، اول حاجة ده عشان نعمل سبحة التسقيط، اول حاجة خالص بجيب فرع متر 2 متر على حسب طول بوستك، اصابتك طويلة 2 متر مثلا هتجيب فرع 2 متر. تمام، يعني يستحسن ما يكونش اكتر من طول البوصة بتاعتك، البوصة بتاعتك متر، ما تجيبليش فرع متر ونص، غلط، هيزولك في الصيد. انت بتجيب فرع نفس طول بوستك او اقصر، تمام، لكن مش اكبر. بتجيب فرع عادي خالص، شعر 40، شعر مقاس 40، وتجيب الفروع عندك، انا ربطها بشعر 30 عشان ما اكونش متقل او مخفف او، يعني انت بتربط دايما الفروع بشعر اخف من الشعر الرئيسي، الفرع الرئيسي. تمام، تحط الفرع موازي، الفرع اهوت موازي للخيط الرئيسي. تمام، شايفين انتوا كده في الفيديو، شيل السكينه ده عشان ما زولناش. بسم الله الرحمن الرحيم، اسيب مثلا تقريبا شبرين تحت، تحت اللي هم الاتراك بيركب فيهم رصاصه، وبعد ما احط الخيط موازي، الخيط الفرع موازي للخيط الرئيسي، بقوم عامل عقده عاديه خالص. بس الفكره هنا في ايه بقى، ان انا عشان اعمل سبحه ما تزحلقش مني، هلف لفه، هقول له بسم الله، لفه وشد، اعدي الخيط كله. تمام، عقدة عادية خالص قدامكم، عقدة عادية، اقوم مدخلهم تاني، معديهم تاني من اللف، يعني هلف لفتين، هعمل عقدتين، هي نفس العقدة ولكن هلف فيها لفتين. خلصنا كده، اقوم ساحب بقية الخيط. تمام، عندي بس بقية الخيط، اسمك كعبلش معايا بس، واقوم شادد على الفرع بتاعي. تمام، كده بقى عندي فرع في الخيط الرئيسي والدنيا بقت ايزي. تمام، بس حاجة اعمل الفرع اللي بعده دلوقتي، انا كده بقى عندي على الخيط الرئيسي فرع واحد، انا عايز اعمل فرع كمان، هشوف من هنا المقاس اللي انا سبته للفرع دوت حاجة عند اخره، واقوم سايب يعني عقلة صوبع كده ولا حاجة، واقوم ماسك الفرع اللي هو السن التاني، فرع سن تاني، ومسكته ومحطه و
اسيب مثلا شبر، شبر وربع، شبر ونص، مش هقول لا يعني، على قد ما اسيب كله هيفرق معايا في الشغل، اقصد مش هيفرق معايا في الشغل. تمام، هو مراعاة عقدة واحد، وادي في نفس العقدة عديت الشعراية. بقى عندي دلوقتي الفرع الرئيسي عليه خيط اتنين، بقت عندي كده يعتبر سبحه من فرعين. كل ما ازود بنفس الطريقه نفس الطريقه نفس الطريقه هيفضل يزيد عندي ايه الفروع. تمام، بس بجيب بالمقص بشيل الزيادات، بشيل حتت الزياده، الشعر الزياده اللي في من الخيط اللي هو الفرع، من الفرع مش من الرئيسي، والرئيسي من تحت دوت واقوم رابطه. اجيب رصاصه، هي الرصاصه 200 جرام، الشغل النهارده برصاصه 200 جرام. اقوم جايب الشعر الرئيسي دوت واربط خيه عاديه خالص اي صياد بيعرف يعملها. اعدي من حلقه واحده واجي بسم الله، واحد اثنين ثلاثه اربعه، هون داخل مني نوت وشد. ما عندي سبحة كده، بقى عندي سبحة بس. وشيل الزيادة، شد عليها خلاص. هذه الرصاصة فوقيها سبحة، فوقيها شعرة، فوقيها تانية، وخلصنا كده. بقى عندي ايه سبحة. خدونا مكملوا معانا الفيديو ان شاء الله، ونشوفوا الحصيلة بإذن الله. ما تروحش منها في اي حاجة. ناس اللي بتسألني المكان فين والكلام من ده، الكلام هنا كان الصيد في البحر الابيض المتوسط في محافظة ادارنا على سواحل اليونان. حابب يشرفني، اهلا وسهلا، معاذ اخوكم في اي وقت، تحت امركم، تحت اي صياد، تحت امر اي صياد، وفي الخدمة دايما ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه متحركين اهوت من داخل الميناء حاليا اهوت، لسه نسمي الله. عليكم السلام ورحمة الله. نسمي الله شباب. اسطنبول جلسة. ايه. هلا جلسة. تشتي. نقول بسم الله ورد. احنا في المينة. طلعين. جو ان شاء الله حلو. وعلى الله التسهيل. شايف شابوس؟ بسم الله. شايف اللابلوب؟ لسه واقفين اهوت وبنجرب، بنقول يا رب. بسم الله. سينان بي تانه كوفا تشكار ما؟ سينان بي كوفا في ضرب خفيف. يا ابو سينا حنا رب ادي ضربه اهي. كتكوتة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. هو ده الوز البلد يا ريس. هو ده الوز البلد يا ريس. يا داوود. هاي ده. الوز البلد يا ريس. هو ده الوز البلد يا ريس. اشكر الله وصلى على النبي. لسه اللي جاي احلى باذن الله. احنا ايه طعم
تمام. لسه طالعين بسمكة من الطعم ومرامي، بسم الله برمي. تمام، نزلت بالطعم بتاعي على البحر، بفضل فاتح المكنة، المكنة عمالة زي ما انتوا شايفين كده، مكنة الشعر عمال ينزل منها، ينزل. تمام، دسة التسقيط، ينزل لحد ما تلمس الأرض خالص. خليكم معانا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. بفضل لسه الشعر عمال ينزل، ها ممكن مثلا 50 متر نزل، بس خلاص بطلت تاخد مني، بقفل عليها وبسحب سحبة خفيفة خالص بحيث ان الشعر يكون بيني وبين الأرض مشدود، وبستنى. طربت، بس ببص على اللبلوب الاقي ان الشعر ايه، اللبلوب عمال بيضرب، الاقي في سمكة ضربت، سمكة تانية ضربت اهي دلوقتي، بستنى شوية ممكن سمكة تانية تضرب، وهكذا واستنى بسم الله، ممكن سمكة تالتة تضرب. ليه؟ لان انا حطيت كذا طعم، مش حاطط طعم واحد بس، فبستنى كل ضربة وافضل ماسك عليه، اهي ضربت اهي تاني، بفضل بص هي بتضرب تاني، استنى شوية ممكن سمكة تالتة وتالتة ورابعة تضرب وهكذا، استنى شوية بس ضربت التالتة، استنى شوية واحدة شوية مش هتأخر، بحيث انها ما تطولش ياما في الطلعة، هي تاخد السمكة اللي علقت وتطلع افضل احسن لك من ان انت تستنى. بس خلاص كده نقول بسم الله نطلع. اخر واحدة خلاص واطلع ولم ان شاء الله فيها سمك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله فيها سمكة، اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انت شفتوا كده من اول ما رميت لحد ما طلعت بالسمكة على الهادي، والسمكة رزقك هيجيلك، رزقك هيجيلك مش هيروح منك. ليه؟ بالهداوة والصح وبالعقل، توكلوا على الله شباب، البحر موجود، رزق مستني كل ايه، كل اللي يدور عليه. اتعامل السمك ده عشان حبهت لك ميه حطتش عليك ياما. يلا بسم الله. مطر يا مان، هتمطر؟ مطر ايه؟ دلوقتي بتمطر، الجو بيمطر اهو ما شاء الله. هطعمه تاني كده اهوت، حط الجمبريه اهوت، فقد السلاح، اوف الدنيا بتشتي علينا، نتغرق احنا عرايس كده. بسم الله، علق السن التاني، كل السنون اللي اتاكلت اقوم معلق فيها طعم تاني، يا عشان اضمن ان شاء الله ان انا علق على قد ما اقدر كميه سمك كتير، وارمي تاني اهو. بسم الله بالهداوه خالص، لميت تحت مني، نزلت تحت مني، سيب الشعر لحد ايه ما يوصل الارض وهكذا. خليكم معانا وانتظروا كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. السمكة واحدة حين بكر بتكري الله اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، كل اللي ما عند ربنا خير. اللهم صل على النبي، تنورة يا ريس، تنورة، اللهم صل على سيدنا محمد. تنورة دي اختي، ايه اختي الشرغيش، تنورة دي سمك اسمها تنورة. اللهم صل على سيدنا محمد، نشكر الله يشكرك. صلى على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. تقول ايه؟ موزة، سبح موزة يا ريس، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. صلى على روش كله، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على النبي واشكر الله، اللهم صل على سيدنا محمد. صلى على النبي، صلى على النبي، اللهم صل. يعني البحر كان واقف شويه ولسه شغال دلوقتي،
بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. جوز اهو صل على النبي. اشكر الله صل على النبي. اشكر الله صل على النبي. صل على النبي يكسب. وقال لي صل على النبي يكسب. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد. او ده دوشته. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. سنان ابي كان مسن زابي بتنا ده دوشته. ساي ساي اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. هو السمك اهو يا جماعه. اه يا من هو السمك اهو. قال صل على النبي السان. اتنازموا منا. يا زعيم سيارة كبيرة فغادي الايه؟ عايز نكونوا في بعض الخمسة ماسكوا في بعض؟ تعالوا يا دين امي عاد ده المعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الشباب. وبعد ما شفتوا تفاصيل اليوم كاملة من اول العدة من اول المكان من اول التفاصيل الرحلة من اول كل حاجة نيجي لأهم لحظة هي لحظة الحصيلة. بفضل الله اللهم صل على سيدنا محمد دي حصيلة اليوم. المنظر ده اللهم بارك. خلينا نستعرض معاكم كده ايه الحصيلة بالصلاة على النبي. الصلاة على النبي. سعي جام صبي. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا نوريكم واحنا بتاع السمك اهو. صلى على النبي عايش عايش لسه حد دلوقتي. اللهم صل على النبي. دي موزه يا جماعه. دي موزه. اللهم صل على سيدنا محمد. دي موزه هنا عليها في اسكندريه. خيار موزه خيار. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على كامل النبي. خلينا نطلع كده ايه بالحب. حب وزي ما ايه زي ما يطلعوا يطلعوا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على كمال النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. يغزي يلا كما يغزي يلا. اللهم صل على سيدنا محمد. يغزي يلا تمام زي ما انتم شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. التحصيله داخله مثلا في 5 كيلو اهوت. بفضل الله بفضل الله بفضل الله اولا واخرا. الصيد هنا في البحر الابيض المتوسط بحر ايجا. اي حد يحب ينورني في اي وقت تحت امركم اخوكم معاذ من جروب صيادين اسطنبول.
وانا في الخدمه دايما ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.